تعد صناعة السياحة أحد أهم المقومات التي تسهم في تنويع اقتصاد الدول، ولا سيما أن هناك الكثير من الدول السياحة هي المصدر الأول للدخل. لذا جاء الملتقى الأول للسياحة والشباب ليقدم محاور تتعلق بقطاع السياحة وزيادة دور الشباب في المشروعات السياحية. لا شك بأن الجميع ينظر بأهمية كبيرة إلى هذا الملتقى وإلى فعالياته انطلاقا من عدة اعتبارات. فلا يخفى لأحد بأن السياحة أصبحت في كل دول العالم تقريبا، بما فيها دول الخليج والدول العربية الشقيقة، أحد أهم القطاعات التي تضيف إلى الاقتصاد الوطني. فهي واقعا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا يتطلب رعاية وتشجيع قبل أن يعزز الدخل الوطني ويؤتي ثماره الوافرة والمضاعفة في جميع قطاعات الاقتصاد. لأن اليوم المعطيات الأساسية لبناء هذه الصناعة، صناعة سياحة فاعلة، موجودة أمامنا وأمامنا تحديات بلا شك، بأن الكويت اليوم ضروري تصبح مركز مالي اقتصادي عالمي، وبالتوازي أمامنا اليوم جيل ريادي من مؤسسي الكويت وهم الشباب اللي يمثلون 72% من المجتمع الشبابي من حاضرنا ومستقبلنا. دولة الكويت تمتلك بنية تحتية ضخمة ولديها كل مقومات السياحة، إذن فهي حلم ينتظر الدعم. تؤكد الدراسات أن من أهم محاور تحقيق التنمية السياحية هو التعاون بين كافة قطاعات ومؤسسات الدولة، لأن قطاع السياحة له علاقة مباشرة وغير مباشرة بجميع مؤسسات الدولة. الملتقى منصة شاملة تعني بفرص وأفاق لتوطين العلاقة بين اهتمامات الشباب الكويتي كأصحاب أفكار وبين السياحة كرافد لعملية التنمية الحقيقية. فعلا في ربط بين المشروعات السياحية والشباب. رأينا في تجارب إقليمية وعالمية أن المشروعات السياحية من المشروعات الأكثر إنتاجية وأكثر استدامة. إذا إحنا في الصندوق الوطني نسعى أو نتمنى أن نرى أكثر طلبات في هذا القطاع. شمل الملتقى معرض سياحي لعرض أبرز معالم الكويت وابتكارات الشباب الكويتية. نبي نبين للناس أن إحنا متمسكين في تراثنا من خلال هذا البيت، صرح كبير في الكويت يمكن الملك زاره أو شافه، بيت العثمان موجود في منطقة حوالي، نتمنى الكل يزوره. احنا اليوم مشاركين كإنتاج وكسياحة زراعية، يمكن مفهوم السياحة الزراعية في الكويت عندنا مفهوم شبه منعدم. الشباب هم أقرب الفئات التي يمكن أن تتفهم ضرورة الابتكار في السياحة، ما يجعل من المبادرين الشباب فئة مؤهلة لتقديم أفكار وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.